صباح الخير او مساء الخير، اتمنى كلكم تكونوا طيبين وفي احسن حال. انا very excited ومبسوطة جدا ان انا هعمل الفيديو ده النهاردة. كان بقالي فترة عندي مشكلة في الانترنت، بس الحمد لله هي ان شاء الله ظابطة معايا اليومين دول، وهحاول اظبطها دايما. في ناس طلبت مني ان انا اعمل قراءة خاصة بالصحة لابراج معينة، وانا ان شاء الله هعمل ده، بس عايزة اخلص سلسلة رسائل الابراج ل 2021 قبل ما ابتدي اعمل ده، وقبل ما اشوف كومنت منكم بتطلبوا حاجات تانية. في موضوع تاني برضو بسرعة كده عايزة اقوله، الناس اللي هتعمل تخلي ناس تشترك على قناتي سواء على اليوتيوب او يعملوا فولو للانستجرام اكاونت بتاعي اللي انا دايما بحطه في الديسكريبشن بوكس، هياخدوا مني قراءة مجانية مدتها 20 دقيقة، قراءة خاصة ليهم هم بس. هبقى اكتب عدد الاصدقاء اللي هضيفوهم بالظبط في الاوفرز بتاعتي، تابعوا الانستجرام وممكن احاول برضو انزل الاوفرز دي هنا على اليوتيوب، بس هي الفكرة انها بتتغير، وانا اليوتيوب مش بنزل عليه يوميا بوست، انا بنزل يوميا على الانستجرام، فياريت تتابعوا معايا الانستجرام وتشوفوا انا منزلة اوفر ايه، وضيفوا عدد الاصدقاء المطلوب في الاوفر، وان شاء الله ان شاء الله هتحصلوا على قراءة مجانية مدتها 20 دقيقة. نبتدي النهاردة ان شاء الله هنعمل برضو نفس القراءة لبرج الجوزاء. برج الجوزاء هنعمل له، انا بفكر اخد الكروت اللي هي رايدر ويت. طيب هنعمل قراءة طبعا زي كل مرة، هناخد كارتين للصحة وهناخد كارتين للمال والعمل وكارتين للعاطفة، وهنطلع كروت في اثناء القراءة طبعا لو احتاجنا. ادي كارتين، هطلع كارتين الاول للصحة. انا عايزة تبقى القراءة واضحة، فمش عارفة احط ممكن نحط مثلا الكاندل بعيد شوية، نحط علامة البرج كده شوية، ماشي خليها كده، اعتقد كده واضحة. لا خليها مكانها الجوزاء. طيب نخليه كده صح، و المال والعمل، وده في مشاكل كتير هنشوف ايه المشكلة وايه حلها، ما تقلقوش مش هنعمل مشكلة بدون حل يعني. وادي العاطفة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مبدئيا كده عايزين نشوف الصحة. طيب انتوا يعني واضح من الكارتين ان في ناس عندها الصحة زي الفل، كويسة جدا، يعني هي قراءتين مش قراءة واحدة، يعني في مجموعتين انا شايفاهم قدامي، في مجموعة ما شاء الله صحتها كانت كويسة جدا، وحتى لو كان عندهم مثلا جالهم كورونا او تعبوا في اي حاجة الفترة اللي فاتت فهم تعافوا بشكل كويس جدا. دول المجموعة دي اللي هي التانية دي. المجموعة دي كانت عندها مشكلة صحية وتعافت منها على خير وجه يعني، لان طلع الايس اوف واندز مقلوب. طيب المجموعة دي عندهم مشكلة صحية، ولكن المشكلة دي لسه ما ظهرتش. طيب ايه الوضع برضو؟ المجموعة دي طلع لها ال 6 of swords مع ال 10 of pentacles. طيب انا بالنسبه لي انا شايفه ان الكارت دمون هنا معناه ان ممكن يكون لا هو مش مشكله صحيه ما ظهرتش، هو في مشكله نفسيه، او انتوا في مرحله
استشفاء، مش استشفاء، انتوا في مرحلة استيقاظ، awakening، spiritual awakening. في ناس منكو مروا بصدمات نفسية هزتهم نفسيا جامد جدا، وبالتالي هما دلوقتي في مرحلة ان هما كانوا بيمروا بصحوة روحية. هي برضو الصحة النفسية جزء من الصحة، يعني مش بس الصحة البدنية هي اللي بنتكلم عنها، احنا بنتكلم كمان عن الصحة النفسية. الناس اللي في المجموعة دي كان عندهم مشاكل نفسيا مروا بيها كتير قوي الفترة اللي فاتت، فأثرت عليهم، دخلوا في اكتئاب، جالهم انزايتي أو توتر مرضي، كان عندهم مشاكل نفسية، اضطروا ان هم يروحوا لدكتور أو للايف كوتش، او لقوا نفسهم في البيت مش قادرين يتحركوا ولا ياكلوا ولا يشربوا، او العكس بقوا بياكلوا ويشربوا بزياده بسبب التوتر النفسي اللي هم كانوا فيه. لكن هم طلعوا من المشكله دي خلاص، هم طلعوا من مرحله الاويكننج دي، وطلع لهم التين اوف بنتكلز، في نجاح وتوفيق، وطلع لهم اللورد اوف سكسس كمان، اوف ايرند سكسس بتاع 6 اوف سوردز. ده انتوا يعني ربنا هيكرمكم جدا جدا بعد الاويكننج ده، لان واضح ان انتوا كمان السبريتشواليتي بتاعتكم عاليه قوي، يعني الحاله الروحيه اللي انتوا فيها عاليه. انتوا في منكم ناس ممكن يكونوا عمال نور، وناس منكم ممكن يكونوا امباث بيتعاطفوا مع الغير بشكل ازيد من العادي. في ناس منكم عندهم قوة وطاقات روحيه حاولوا تستكشفوها علشان تكلل بعد كده بالنجاح. والناس اللي كانوا عندهم مشاكل صحيه واضح ان هي الحمد لله اتحلت بفضل الله، وبقيته في اتم صحه واحسن حال. والناس اللي لسه بيعانوا من المشكله الصحيه ابشروا، الحاله الصحيه هتتحسن تماما. انتوا جايلكوا الويل اوف فورتشن، احلى كارت انا بشوفه، احلى كارت في التارو. طيب بالنسبه للحاله الماديه والعمليه، انتوا في ناس منكم سابوا شغلهم، في ناس منكم ما تكافئوش في شغلهم، يعني ما سابوش الشغل بس ما اخدوش التقدير والمكافأة اللي كانوا بيرجوها او منتظرينها، او اخدوا مكافأة اقل من اللي يستحقوها، يعني ما اخدوش التقدير الكافي لمجهوداتهم و اللي هم كانوا متوقعينه يعني. ففي شيء من الاحباط جالكوا، يعني زي بروموشن او ترقية، او جالكوا ريز يعني زي مكافأة او علاوه في الشغل، ولكن اقل من اللي انتوا شايفين ان انتوا تستحقوها. وفي منكم كان بيدور على شغل ولقى شغل يعني مؤقت، مش هو اللي عايزه 100%، ولكن هو شغل وخلاص لحد ما ربنا يفرجها وتلاقوا الحاجه اللي انتوا عايزينها. فانتوا الى حد ما حاسين بان انتوا مش فولفيلد قوي في الشغل، مش للدرجه اللي انتوا يعني متعشمين فيها. طيب ايه الطاقه اللي جايه بتاعتكم في الموضوع ده؟ لان انا يعني حاسه ان انتوا مش مبسوطين قوي بالوضع اللي انتوا فيه حاليا، يعني عايزين تطور، عايزين يعني تحسن في وضعكم. طيب نشوف الطاقه بتاعتكم فيما بعد بتقول ايه. طلع لكم الكينج اوف سوردز، وطلع لكم الايت اوف كابس. هقول لكم بالظبط بالظبط معنى الكينج اوف سوردز. انتوا الوضع اللي انتوا فيه ده وضع مؤقت، ما تقلقوش، الوضع ده وضع مؤقت، لان هو مش هيعدي عليه فترة طويلة وانتوا بالشكل ده. انتوا هتبقوا الكينج اوف سوردز، انتوا هتسيطروا وهتعرفوا تلاقوا الحل. طب انا عايز اشوف لكم ايه الحل يعني للخروج من الموقف ده. بسم الله، انا عايزه انقي كارت يكون ناخد كارتين. انت محتاج توازن امورك. والله انت لو شايف ان الشغل ده مش مناسبك اتحرك. طالع كمان البرنسس اوف سوردز، البرنسس اوف سوردز معناها ان هيجيلك رساله ان شاء الله، كمان هيجيلك رساله، والرساله دي ممكن تكون من حد ان هو جايب لك شغل، او يعني انت هيجيلك رساله من جواك تفهمك ايه اللي المفروض تعمله في الوضع اللي انت فيه ده، لان انت الحل فيك انت. انت لازم تعمل توازن، تشوف الشغل اللي انت فيه ده عايز تكمل ولا لا، ولما
تقرر انك هتكمل لازم تبتدي يعني تاخد قراراتك في الشغل ده بحكمة. لازم تبقى الكينج اوف سوردز، لازم تعرف انت عاوز ايه من الشغل ده او مش عايز ايه، لازم تكون حاسم في قراراتك فيه. اذا كنت اوريدي في شغل قديم وما كنتش مبسوط فيه، فانت محتاج انك تبتدي تتعامل بحكمة اكتر عشان تاخد وضعك في المكان اللي انت فيه. شوف ايه الحاجة اللي ممكن تعملها تعمل لك المكسب والتوازن ده. اذا كنت في شغل جديد انت مش راضي عنه بشكل مؤقت، فمشي امورك، مشي امورك لحد ما تلاقي حاجة تانية. والحاجة التانية دي لما تدور عليها دور عليها بحكمة، يعني مش بالضرورة تسيب شغلك اللي مش عاجبك ده الاول وتفضل تدور بقى على شغل تاني وانت عاطل وقاعد في البيت. لا، مشي امورك في الشغل ده يعني تبقى فلوس داخلالك، دخل شهري حتى لو بسيط جدا، وحتى لو في شغلانة انت مش حاببها قوي، وفي نفس الوقت يعني حاول تدور على الشغل اللي انت حابه. قدم السي في بتاعك في كذا مكان، احضر كذا انترفيو، اعرف قيمتك ومكانتك في سوق العمل ايه من الانترفيوز اللي انت هتحضرها، وظبط امورك وروح الشغل التاني ده وتوكل على الله. لان انت وضعك مؤقت، وضعك ده مؤقت مش وضع مستديم اللي انت فيه، سواء انت في شغل جديد مش عاجبك او في شغل جديد مش عاجبك او في شغل قديم مش واخد وضعك فيه. ولو في شغل قديم مش واخد وضعك فيه، ظبط امورك وشوف الانتويشن بتاعك او الحدس بتاعك بيقولك اكمل ولا ما اكملش في الشغل ده. لو لقيت فكر بحكمة، الكارت ده بيقولك فكر بحكمة وشوف رسائلك الداخلية، انت الرسائل اللي جاية من جواك انت بتقولك المكان ده فعلا اكمل فيه ولا امشي، لاني مش هعرف اخد وضعي مهما قعدت ومهما عملت. فانت انسان عندك حدس قوي على فكرة، كارت دمون ده ما طلعش من فراغ في الصحة، انت حساس وقد تكون امباث او عامل نور او انديجو تشايلد او كريستال تشايلد او رينبو تشايلد، فانت عندك حساسية زايدة عن الناس العادية، فانت روحاني. فاسمع الانتويشن بتاعك او الحدس بتاعك بيقول لك ايه واتبعه، فولو ات. طيب معلش، هي الظروف العملية مش احسن حاجة دلوقتي، مفيش ساتسفاكشن قوي، لكن هي هتتحسن. لان انا اكتر كارت عاجبني هنا برغم انه يبان انه كارت سلبي، بس هو سلبي لان هو بيقول لك ان الحاجة دي مش دايما، ده وضع مؤقت، فده عاجبني جدا، ده وضع مؤقت اللي انت فيه. طيب نيجي بقى لاخر حاجة اللي هي كروت العاطفة. انت اتقدمت بعرض زواج، في يعني انت لو راجل اللي بيشوف الفيديو، انت اتقدمت بعرض زواج لانسانة انت حبيبها وعايز ترتبط بيها واترفضت، او لو انت بنت انت في حد اتقدم لك، او يعني لو في سيناريوهين للبنات، يا اما انت في حد اتقدم لك والاهل رفضوه فانت اتدمرتي نفسيا، يا اما في حد انت كنت منتظره ان هو يتقدم لك رسميا وما حصلش فانت متدمره نفسيا. طب انا عايزه اشوف الموقف ده ايه، يعني نهايته ايه، او هيمشي ازاي للرجاله وللستات، يعني من البرج ده. انا نسيت على فكرة اقول المقدمة بتاعت كل مرة، بس ان شاء الله هنوه في الديسكريبشن ان هقولها في الاخر. انا دايما بحب في الفترة الاخيرة في اخر كام فيديو عملتهم اني اقول مقدمة عن البرج اللي انا هتكلم عنه يعني. طيب كويس ان انا دخلت في القراءة نفسها على طول، لكن هقول لكم برضو مواصفات البرج والاحجار الكريمة المناسبة ليه ايه. واو الكروت، لا انا عشان قلبه ثانية واحدة اتأكد. لا هي المفروض انها معدولة بس انا مسكت الداك مقلوب. طيب انت هتبتدي بداية جديدة في قصة ما نفعتش، يعني في منكم كتير الاغلبية، طبعا دي قراءة عامة ما اقدرش اعممها على كل برج الجوزاء، لكن في كتير منكم كانوا في الموقف ده لان دي الطاقة اللي وصلالي، فدي معناها ان اكبر عدد من برج الجوزاء في الطاقة دي حاليا. في ناس كتير منكم فعلا كانوا في قصة منتظرين فيها ارتباط رسمي وما حصلش نصيب، فالكارت ده معناه ان دي هتنتهي المرحلة دي خلاص، وهتدخلوا على مرحلة الفور اوف بنتاكلز. انتوا داخلين على علاقة جديدة، علاقة افضل بكتير، هترجع ثقتكم بنفسكم لان انتوا هنا متدمرين نفسيا، انتم متدمرين نفسيا ويمكن جسديا مثلا، لان انا كمان شايفة
الكارت ده بمعنى ان ممكن يكون حد فيكو صحيا ما كانش مظبوط، او ممكن يكون زواجه تأجل بسبب مرض، والعياذ بالله، ربنا يكفيكو جميعا الشر ويكفينا كلنا الشر. في ناس ممكن تكون مرضها تأجل بسبب امور طبية او بسبب امور قانونية. الكارتين دولت برضو معناهم ان ممكن يكون في ناس منكم للأسف اتطلقوا، في ناس حصل طلاق مؤخرا او انفصال، وغالبا هو طلاق لان كارت الايس اوف سوردز بيحيي ان في حاجة قانونية حصلت في الموضوع. طيب الجود سايد في الموضوع ده ان دي برضو دي هتبقى انتوا وصلتوا لاخر او اكتر حاجة وحشة في الموضوع، فالموضوع وصل لاخره خلاص، وهتبتدوا بداية جديدة هتكون في غاية التوفيق. الناس اللي المنفصلين بطلاق ده كان دي كانت نهاية المرحلة سيئة جدا في حياتكم، وهتبتدوا مرحلة تانية كويسة جدا. الناس العزاب انتوا كنتم في علاقة سببت لكم كتير من الألم وما كانتش مكللة بالنجاح، لكن انتوا داخلين على مرحلة تانية اهتموا فيها بنفسكم، اهتموا بمادياتكم، اهتموا بشخصكم، بان انتوا تظبطوا اموركم انتوا، لان انتوا طالعين من العلاقة دي متدمرين. فمفيش حاجة تستاهل، انت محتاج ان انت تهتم بنفسك الاول. معلش يعني حاول تهتم بنفسك لان هو ده الصح دلوقتي، ما تسيبش نفسك كده، ان لو انت فضلت كده لا هتنفع حبيبك اللي فات ولا هتنفع حبيبك اللي جاي ولا هتنفع نفسك قبل اي حد. فلا، اهتم بنفسك، اهتم بصحتك، اهتم بمادياتك، اهتم بشكلك، اهتم بصحتك النفسية، لان انت نفسيتك مش متظبطة. هنا شفنا في ممكن ده يكون من الناحية العاطفية كمان، الناحية الصحية كان فيها، الناحية النفسية فيها مشاكل. فاهتم بنفسك من كل النواحي، خليك أناني شوية الفترة دي، خليك أناني وحاول تهتم بنفسك وبالأمور المادية في حياتك شوية، المادية بمعنى الفلوس، والمادية بمعنى اللبس والشكل والصحة والحاجات اللي هي الإيرثلي، الحاجات الماندين، الحاجات البشرية، الاهتمامات اللي هي مش روحية قوي أو متسامية قوي، لأن أنت محتاج تهتم بيها الفترة دي. أنت أهملت في نفسك كتير، أهملت في شكلك، وأهملت في فلوسك، وأهملت في حاجات كتير مادية عندك، فحاول تهتم بيها الفترة دي. ودي أعتقد يعني الكارت ده بيبشر إنها هتبقى فيها اهتمام وهتبقى أحسن فيها. أنا مش عارفة النهاردة ناسي أقول حاجات كتير ليه في بداية الفيديو، بس أنا عايزة أشوف كانت طاقتك العامة إيه. طاقتك العامة على فكرة فيها عاطفة جاية كتير جدا، ده أنت جايلك أولا في قرب من الأصدقاء وقرب من العائلة، وفي حالة من أنت عرفت عاطفيا أنت واقف على أي أرض، أنت عاطفيا حاسس بالإشباع وبالامتلاء وحاسس بالساتسفاكشن والرضا. ليه؟ لأن الناس المتزوجين منكو حياتهم كويسة، يعني إحنا قلنا إن في فئة هي اللي بتمر بالظروف دي الأغلبية، لكن اللي حياته الزوجية مستمرة فهي سعيدة جدا، واللي في علاقة حب فهي علاقة سعيدة جدا وهنئة. في بعضكم محتاج يهتم بالأمور المادية شوية، في تحفظ على الماديات، وبعضكم حريص على المادة وده كويس في الظروف المادية اللي احنا شفناها دي، وفي بعضكم بيحاول يدافع عن نفسه في أمور ممكن تخص العمل، أنا حاساها تخص العمل أكتر، وممكن كمان الأمور الصحية حاسه برضو كده. ف الطاقه العامه بتاعتكم مش سيئه ابدا ابدا ابدا، بالعكس دي طاقه كويسه جدا، وفي كمان حياه اجتماعيه كويسه انتوا عايشينها دلوقتي. طيب عايزين كارت نصيحه لكل حاجه من الحاجات اللي احنا قريناها دي. شيل بس الكروت اللي هي التوضيحيه ونشوف بالنسبة للصحة والمال والعاطفة. عايزة اخد كروت مثلا، ثواني اخد كروت الارك انجل ممكن تكون افضل. هاخد كروت الارك انجل، وهاخد كروت الرومانس، رومانس انجلز، وهاخد كروت المونولوجي كمان.
ناخد ده للصحة، نصيحة الصحة، نصيحة المال والعمل، ونصيحة العاطفة. طيب وناخد كروت كمان من المونولوجي. ناخد كروت المونولوجي هنا، ناخد الكارت ده هنا، الكارت ده مثلا ناخده من الاخر، نحط ده كده. هاخد كروت الرومانس انجلز، دي هاخدها للقراءة العاطفية فقط، مش هاخدها بكل القراءات علشان دي خاصة بالرومانس اكتر حاجة. وان كنت عايزة والله اخد كارت ليه علاقة بالصحة برضو، لان انتوا عندكم مشاكل نفسية شوية الفترة اللي فاتت، وقد تكون معاكم شوية في اول السنة، فعايزين ناخد لها كارت برضو. هدي كارت هنا، هاخد كارتين هنا. طيب نبتدي نشوف كروت النصيحة. بالنسبة للصحة، كروت النصيحة بتقول gentleness archangel sandal fawn be very gentle with yourself at this time. ده ملاك اسمه sandal fawn، بيقول لك خليك رقيق قوي مع نفسك في الفترة دي. surround yourself with gentle people situations and environments. حاول تحيط نفسك بناس رقيقين ويعني زي طيبين، وبمواقف برضو رقيقة أو لطيفة، وببيئة تكون فيها لطف أو رقة. يعني واضح أن أنت فعلا نفسيتك تعبانة شوية. المونولوجي بيقول expect powerful change، هيحصل تغيير كويس وقوي في حياتك من الناحية الصحية. زي ما قلت لكم، الناس اللي هي عندها مشكلة صحية المشكلة هتروح بشكل كويس، يعني هتختفي وتنتهي بشكل كويس جدا. وانتوا السبريتشواليتي بتاعتكم او الحاله الروحانيه بتاعتكم هتنقذكم من المشكله اللي انتوا فيها ومن الحاله النفسيه اللي انتوا فيها، لان انتوا هي الفكره ان انتوا ناس روحانيين، عشان كده متاثرين جدا. لكن روحانيتكم وحاله الاويكنينج او اليقظه اللي انتوا دخلتوا فيها دي هتخلي روحكم تتسامى، وهتطلعوا من الاكتئاب ده يعني كويس جدا. chemistry there is strong magnetic attraction here. بما ان احنا بنعمل ده للقراءة الصحية، فانا اعتقد ان انت الكيمستري هنا مش بالضرورة ترمز الى حاجة عاطفية، ولكن ممكن تكون بتقول لك خد الدواء بتاعك وانتظم فيه، ما تهملش الدواء، خده لان هو هينفعك وهيساهم في ان شفائك يبقى بسرعة. طيب بالنسبة للحالة العملية، طلع لنا كارتين الارك انجل teaching and learning. ارك انجل Zadkiel keep an open mind and learn new ideas then teach these ideas to others. طيب الكارت بيقول التدريس او التعليم والتعلم. ارك انجل Zadkiel الملاك Zadkiel بيقول لك خلي عقلك متفتح واعرف او تعلم افكار جديدة، وبعد ما تعرفها علم الافكار دي للغير. يعني بيقول لك بمعنى كويس ان انت ما تبقاش فهلاوي، الحاجة اللي ما تعرفهاش مش عيب ابدا تقول ان انت مش عارفها، خلي عقلك متفتح لكل حاجة جديدة، والحاجة اللي تتعلمها علمها لغيرك عشان تكسب ثوابها وعلشان تفيد غيرك. احنا الغرض ان احنا نفيد بعض. عايزة بس أقول حاجة بخصوص النصيحة دي، علم غيرك في الوقت وفي المكان والظروف المناسبة، يعني ما تبقاش برضو giving زيادة عن اللزوم علشان في ناس بتستغل الحكاية دي، لكن ادي في الوقت والمكان والموقف المناسبين انك تدي فيهم واللي المفروض تدي فيهم. A new romantic cycle begins.
هي بما انها قراءة مش عاطفية، لكن انت واضح ان انت داخل على مرحلة فيها مشاعر كتير خاصة بالعمل، هتبقى بداية جديدة فيها مشاعر كتير جديدة. انت بقالك فترة حزين، بقالك فترة زي ما احنا شفنا في القراءة العملية مش راضي، مش ساتسفايد، فانت داخل على مرحلة جديدة هيبقى فيها ساتسفاكشن، لان التغيير في تغيير، هي هتبقى نيو رومانتك سايكل. طالما نيو يبقى هي هتبقى معاكسة او مختلفة عن اللي انت فيها دلوقتي، واللي انت فيها دلوقتي فيها نيجاتيف انرجي، فيها طاقة سلبية، يبقى اكيد الجديد هيبقى ان انت داخل على طاقة ايجابية كتير. انا شايفة كروت الملائكة والاوراكل بصراحة مبشرة جدا. اخر حاجة القراءة العاطفية، طلع لها 4 كروت. اول كارت من الارك انجل كلير يور سبيس، ارك انجل جوفيل، get rid of clutter, clear the energy around you and use feng shui. طيب هنا بيقول لك نظف المساحة اللي انت عايش فيها. بما ان احنا بنتكلم على القراءة العاطفية، يبقى نظف الذكريات والمشاعر اللي في قلبك. الارك انجل جوفيل، اسمه، بيقول تخلص من كل الكركبة، نظف طاقتك او الطاقة اللي حواليك، واستخدم طاقة الفونغ شوي. الناس اللي ما يعرفوش الفونغ شوي، هو علم الطاقة، طاقة المكان وطاقة الأرقام وطاقات تانية كتير. انت يعني ممكن تشوف ناس على اليوتيوب، منهم سهى عيد بتطلع مع رضوى الشربيني وحنان زينال، الناس المحترمة دي مع حفظ الألقاب ليهم كلهم، أستاذة حنان زينال، أستاذة سهى عيد، أستاذة رضوى الشربيني، في برنامج هي وبس شفتهم قبل كده. وفي ناس تانية دكاترة بيتكلموا عن الطاقة وعلم الطاقة، منهم برضو كانوا ناس بيطلعوا في البرنامج ده وفي برامج تانية، أو ناس اوريدي شغالين على اليوتيوب انفلونسرز بيتكلموا عن علم الفونغ شوي وعلم الطاقة عموما. يا ريت تتابعوا الناس دي وتعرفوا ازاي تستخدموا الفونغ شوي وتستخدموا الأرقام والبيت بتاعكم والمساحة اللي انتوا ساكنين فيها، ازاي تنظفوها، مش تنظفوها بمعنى التنظيف ان انتوا تمسحوها وتسيقوا وتغسلوا ومش عارفة ايه، طبعا ده اساسي، لكن اقصد اقول في حاجات معينة في الطاقة، في استغلال المساحات والمكان وتوزيع الاثاث والالوان اللي بتستخدمها في العفش بتاعك وفي الفرش وفي كمية الحاجات اللي بتحطها في أماكن معينة. الحاجات دي كلها مع شوية أرقام كمان، حاجات ليها علاقة بعلم الأرقام والفلك وخلافه، موجودة في الفونغ شوي، بتساعد على إن دايما تجيب طاقة إيجابية في السبيس بتاعك، في المساحة اللي انت عايش فيها. حاولوا تتابعوا الكلام ده يا جماعة على النت، وشوفوا ناس، كل واحد طبعا بيفضل ناس معينة، يعني أنا عن نفسي ليا ناس معينة بسمع عن الفونغ شوي منهم وبطبقه في حياتي في حاجات معينة، زي مثلا ألوان معينة بستخدمها أكتر، توزيع العفش في البيت، وضع بعض الحاجات في بعض الأماكن أو عدم وضعها، لأن ساعات مثلا لما تحط البوتاجاز في ظهره أو جنبه حوض ده غلط جدا، وحاجات كده. فانتوا تابعوا يا ريت الكلام ده عن مع حد انتوا حاسين بالراحه لكلامه، وهتشوفوا الفرق. النصيحه الثانيه، your commitment is being tested. في ناس منكم اللي هم بيمروا بمشاكل بسبب موضوع الانفصال، انتوا عليكم مسؤوليات. الكوميتمنت هنا ممكن يرمز الى الزواج او علاقه الحب، يعني مثلا لو هي، اعتقد ده خاص بالبنات اكتر، لو واحده مثلا حد ارتبطت بيه عاطفيا وهو حد كويس لكن ظروفه مش كويسه قوي، فالاهل رفضوه مبدئيا وحاليا، ف والله انت شوفي، انت فعلا الشخص ده فعلا بتحبيه وقادره تكمتي، يعني تلتزمي بانك تفضلي معاه لحد ما ظروفه تتحسن ولا لا. هتعرفي مدى الكوميتمنت بتاعك او نسبه ارتباطك بالشخص ده وحبك ليه او احتياجك ليه بجد في الفتره دي، في ظروف ان في انفصال او تباعد وان في مشاكل، هتعرفي بالظبط. فكذلك نفس الشيء للولد اللي هو اترفض مثلا علشان، او للشاب، مش عايزه اقول الولد، للشاب اللي اترفض علشان مثلا ظروفه مش متظبطه دلوقتي، فهل انت مع اول عقبة قابلتها في الارتباط بحبيبتك
خلاص هتكبر دماغك وتسيب الموضوع، ولا هتبقى كوميتد وتشتغل وتحوش وتثبت لأهل البنت دي ان انت عايزها بجد وهتقدر ان انت توفي بوعودك وتلتزم. الناس اللي منفصلة عندكم responsibilities او مسؤوليات تجاه اولادكم تجاه نفسكم، ف your commitment is being tested. انتوا خلاص انفصلتوا، فخلاص كل واحد بقى في طريقه، وده غالبا كان الاحسن ليكم انتوا الاثنين. فالكوميتمنت هنا بقى مش بمعنى الارتباط، يعني نشوف الكوميتمنت للارتباط ايه، لكن هنا الكوميتمنت لنفسك، لانك تبقى انسان ريسبونسبل وما تنهارش، بل تكمل حياتك وتاخد المنحى الايجابي فيها. نيو لاف، بشرة خير. الناس اللي عزاب او الناس اللي خرجوا من علاقة سابقة ما نجحتش، جايلكوا نيو لاف. الكارت بيقول a new person has stirred your romantic feelings. في ناس منكم بالفعل دخلوا في علاقة جديدة وفيها ودينج، فيها زواج. ابشر كل الناس اللي من برج الجوزاء ان ان شاء الله ان شاء الله في زواج وارتباط مع النيو لاف، سواء للعزاب او للناس اللي انفصلت من فترة. في نيو لاف وفي ودينج. This situation involves marriage. الف مبروك، مبسوطة جدا عشانكم، وهقول المعلومات اللي انا كنت محضراها، مش هقدر، مش هيجيلي قلب اقفل الفيديو الا لما اقولها. برج الجوزاء هو بيشمل الناس اللي مولودين ما بين 22 مايو او ايار ل 21 يونيو او حزيران. برج الجوزاء هو برج متجسد هوائي، برجه عطارد. الافضل الاحجار للبرج ده حجر الياقوت الاصفر، السترين، شرف الشمس او العقيق الاصفر، حجر الكهرب، حجر الاوبال. صفات النساء فيه عادة انها بتكون صادقة في العمل وفي الحياة الاجتماعية، متأنية ومتزنة، محبة للخير، جريئة، حساسة، قوية الشخصية، هادئة وخجولة. طبعا شايفين حاجات متضادة شوية، بس لان القراءة عامة ودي طاقة الناس اللي في البرج كلهم، فأكيد في منهم كده وفي منهم كده. ده غير ان نفس الشخص ممكن يكون عنده نفس الصفات بس في أوقات مختلفة. هي عفوية لدرجة كبيرة، ودي من عيوبها، بتجهد نفسها في العمل، أحيانا تكون فظة أو قاسية مع الحبيب، وأحيانا تكون صارمة ولا تتراجع. لا تحب معاشرة النساء، بمعنى إنها بتحبش تتعامل معهم كتير، وتتحمس لدرجة الاندفاع أحيانا. درجة توافقها مع باقي الأبراج، المرأة الجوزاء مع الرجل الجوزاء أو الميزان نسبتهم 95%، المرأة الجوزاء مع الرجل الدلو 85%، المرأة الجوزاء مع الرجل الجدي 45%. صفات الرجل الجوزاء الإيجابية: نشيط الذهن والبدن، طموح، مثابر، حلو اللسان، مخلص في صداقاته، كريم ولا يبخل، واسع أعتقد الخلق أو الخلق أو الخلق مش عارفة، يمكن واسع الخلق، يعني خلق واسع. والتفكير يساعد في حل المشاكل العائلية، مثالي جدا، متمسك بالمبادئ، وعنده صفات القيادة، محترم وسريع التنقل ولكن بوعي، يعني بياخد قرارات سريعة وبيموف اون بس بسرعة بس بوعي. يعني صفاته السيئة أو السلبية إنه أناني، أحيانا بيتحايل على الأمور علشان يوصل لأهدافه، لا يستمع للنصيحة، أحيانا بيكون بياخد أكتر مما يعطي، وقد يكون متبجح ومعتد بنفسه زيادة عن العادي، سريع البوح بأسراره ويضخم الأمور، ويحب المغامرات مع النساء خاصة، يعني دون جوان بالعربي الفصيح، أو مش بالعربي بس يعني من الآخر. يعني توافقه مع باقي الأبراج: الجوزاء مع الميزان أو الدلو، الرجل الجوزاء مع المرأة الميزان أو الدلو 100%، الرجل الجوزاء مع المرأة الجوزاء 95%. أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله هنتقابل في فيديوز جديدة. زي ما قلت لكم، حاولوا تتابعوا الانستجرام اكاونت بتاعي، شوفوا الاوفرز، وإن شاء الله تكونوا من الرابحين معايا وتاخدوا قراءات خاصة هعمل بيها فيديو مجمع إن شاء الله إن شاء الله قريب. ودمتم بخير، وأشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.